مرحبا بحضراتكم مرة تانية لسه في البيت الكبير، ومعانا أحد نجوم النادي الأهلي البارزين الحقيقة اللي احنا بنحبهم وليهم مكانة كبيرة الحقيقة في قلوبنا، كابتن شريف عبد المنعم نجم النادي الأهلي. هنتكلم معاه في ملفات عديدة جدا، يمكن أهمها موقف النادي الأهلي النهارده من قرعة دور الثمانية، قرعة دور الثمانية بدوري أبطال أفريقيا اللي هتقام إن شاء الله يوم 30 الشهر. مين الفريق اللي هيقابله ما بين أندية الترجي ولا سان داونز ولا الوداد؟ كابتن شريف نفسه في إيه؟ كمان هنتكلم النهارده عن مباراة الأهلي مع سيمبا التنزاني، أكيد انتهت بفوز الأهلي 1-0، وده بيدل على أو ليه دلالات كتيرة جدا في الجولة السادسة والأخيرة بدور المجموعات لدوري أبطال أفريقيا. إيه هي استعدادات الأهلي لمباراة النصر يوم الأربعاء؟ خلاص بعد يومين. طبعا بنتكلم في دور لسه ال 32 من بطولة كأس مصر. في نهاية حديثنا أكيد مش هننسى نتكلم عن أزمة مباراة الأهلي والزمالك مواليد 99 اللي كنا أشرنا إليها، وقرار لجنة المسابقات بإقامة مباراة فاصلة فيما بينهما لتحديد بطل المسابقة وأيضا مسابقة الدوري بشكل عام. برحب بالنجم الكبير كابتن شريف عبد المنعم. أهلا بك يا كابتن. أهلا بك سهام. كل سنة وحضرتك كابتن. طيب. كل سنة طيبة وكل سنة طيبة يعني، وكل سنة طيب الشعب المصري كله وجماهيرنا العظيمة بخير بإذن الله. نورنا دايما يا كابتن في البيت الكبير، وملفات كتيرة يعني سهام اتكلمت على 3-4 ملفات. خلينا نبدأ أول ملف، وصلنا تأهلنا لدور الثمانية وده كان مهم جدا، الفوز على سيمبا لأمور كتيرة منها عودة الثقة، كمان الريفنج للنادي الأهلي إنه يمكن سيمبا الفريق الوحيد اللي فاز عليه. وصلنا لدور الثمانية وزي ما حضرتك عارف بقى ضرب نار، يعني مفيش هزار في دور الثمانية. رؤيتك ايه لمباراة سيمبا وتوقعاتك زمالك سهام؟ بترشح مين يكون قدام النادي الاهلي ويكون الافضل؟ مش هقول النادي الاهلي طبعا بطل وكل حاجه، لكن ممكن يكون في بعض المباريات خاصه دور الثمانيه بتبقى مباريات يمكن ليها حسابات خاصه يعني. اخد منك يعني على كلمه حسابات خاصه، يعني حسابات خاصه يعني انك انت لابد ان يكون في فوز، الفوز اهم من الاداء، انك انت تطلع في كل مباراه بتفوز فيها هي اللي بتوديك لمرحله تانية، هي اللي بتوديك بشكل استعدادي اكبر. دايما لما تشوف الفرق الكبيره اللي هي موجوده زي سان داونز والوداد والاهلي والترجي، دول من الفرق اللي هي دايما في بوره الضوء. السنه اللي فاتت كان في تفوق للنادي الاهلي كبير جدا على الوداد ان كان في ملعبه او عندنا، وده اللي وصلك بروح كبيره جدا انك تلعب مع فريق كبير زي نادي الزمالك وتقدر تحتفظ بالبطوله اللي احنا الثلاثه اتكلمنا فيها. احنا عايزين البطوله دي، مش عايزين حاجه تانية. صحيح. يعني صحيح. بناخدها من كوتباي الكره المصريه، من الديربي، من افريقيا كلها التاسعه، بندور على العاشره، عندنا النوها وبتاع كل شيء الحمد لله. انت ما يعني يعطلك في اي بطوله او اي حاجه اصاباتك، الميكانيزم بتاعك ينقص 3-4 لعيبه مهمين جدا في الشكل، بيزود الناس لازم تفهم ان لما بيغيب لعيبه بيزود ارهاق على لعيبه تانية، مجهود على لعيبه تانية، نص ملعب بيضطر يعمل فوق طاقته يعوض غيابات علي معلول مثلا، يعوض غيابات زي اجاييه، فبيحصل على سليه ضغط كبير جدا انك انت بتطالبه بقى في الحاله دي بشكل دفاعي وشكل هجومي، ازاي هو متواجد فين في كل انحاء الملعب، ازاي محمد هاني ده يلعب منتخب ويلعب الاهلي ويلعب بطولات ويلعب، لازم يبقى نمره واحد في كل ماتشات وما عندوش بديل. هنضطر نخلي بيكهام لازم يبقى بيغطي لك الجوكر، مره باك ليفت ومره باك رايت ومره لو احتجته في اي حته. فانت عندك الشكل بتاع الفريق نفسه، القوام بتاعه مش يعني اللي يقلقك كابتن الاصابات، هي الاصابات طبعا هي اللي عامله فيك كده، ومش مريحه الجهاز الفني في ثبات الفريق. الخمسه سته اللي قدام اللي عندك انت لغايه النهارده مش قادر تقدر تقول حسين الشحات واجاييه ومحمد شريف، حسين الشحات وبواليا ومحمد شريف، حسين طاهر محمد طاهر ومحمد شريف واجاييه، لحد دلوقتي الشكل المدير الفني مش قادر يديك اللي نفسك فيه. يعني مش قادر يديك عشان كده، لا لا اللي الجماهير نفسها فيه، اللي لعيبه اون اند اوف، يعني ساعات بتدخل وساعات بتطلع مع الوقت، في لعيب كمان بيبقى غير موفق في بره الفورمه، ما دي في يعني مش بسميه خدعه من اللاعب للفريق نفسه، لا ده الحال الواقع اللي احنا بنشوفه كل ثلاث ايام مباراه.
مضغوطه ومطلوب منك الفوز فيها، مطلوب منك انت البطل الاحتفاظ دايما بالمقدمه. ففي عناصر كتير قوي بتوصلك لمرحله انت لازم كجمهور تستحمل وتفهم شكل الناس اللي بتشتغل. مؤسسه كبيره قوي بتشتغل على موضوع البطولات، مش بتشتغل على التاني او التالت. انا طالع تاني مجموعه، طب انا قبل كده كنت تاني مجموعه وخدت البطوله، ما عنديش مشكله انا خالص في الحكايه كلها. انما عندي مرحله تركيز بقى، مرحله عوده المصاب للملعب بسرعه نفسه هو، عوده المسانده للجهاز الفني. احنا كنا دايما نيجي نقول ايه او الناس يعني او السوشيال ميديا عيني بيحطوا موسيماني في اختبار دايما. صحيح. فايلر ايام ما كود لغايه كان بيكسب كل ماتشات، ما تعادلش ماتش واحد، وعلى كل ماتش احنا في اختبار، على كل ماتش طب هيعمل لنا ايه النهارده. فانت مطالبه دايما من النادي الاهلي باسمه الكبير وكل بشعبيته الاداء. أيوة. الاداء، الاداء اللي بيوفر لك الاحتفاظ بثلاث نقاط او بانك تعدي دور معين او انك ترتقي الى السيمي فاينل او ترتقي الى الفاينل، اللي هو دايما انت معود الناس كلها عليه باي ظروف. انت مريت في ظروف اوحش من اللي بتمر فيها هاني الظروف دي. صحيح. الاختبار. صحيح. يا كابتن شريف، انا فاهمه دلوقتي من كلام حضرتك ان احنا مطالبين بالفوز فقط ونشيل الاداء على جنب، يعني انت النهارده تفوز باي طريقه والاداء ده نبقى نتكلم فيه بعدين، او ما تطالبونيش بالاداء. ده كلام حضرتك نظرا ليه المصابين، خروج المصابين والغيابات، الضغط المتواصل على اللعيبة سواء على المستوى المحلي أو الأفريقي، في نفس الوقت عندك إدارة أو مجلس إدارة بيوفر الدعم في كل اللعبات وخاصة طبعا كرة القدم. فأنت مطالب النهاردة أن أنت عايز من كل مباراة جاية أن أنت تفوز بس. ده كلام حضرتك أنا فهمت كده. بتدعيمة كمان واحدة إيه؟ أن احنا بنحاسب كل الخطوط. بحاسب الخط الدفاع بتاعي النهارده بيخش ويخرج لعيبه معينه. انا عايز كل لاعب بيخش ويخرج يبقى على مستوى A1 يعني كلاس A، ما يغلطش غلطه. يعني عايز على طول محمد هاني ده في تقييمي ليه، يعني الناحيه اليمنى توب فورم، الناحيه الشمال في الغيابات اللي موجوده ما اعرفش ايا كان مين يلعب لازم نساعدها وتبقى توب فورم. نص الملعب بغيابات حمدي فتحي، بدخول ديانج، ديانج ده مش مفروض ماتش واحد يبقى اوت اوف فورم اذا كان بره مصر او جوه مصر. احنا عندنا طلبات كبيرة جدا وكثيرة جدا، ناهيين ان احنا بنفكر في الطقوس اللي بيلعب فيها اللاعبين اذا كان في السودان على الارض زي دي او في سيمبا على الاكسجين اللي هو مش موجود اصلا في الملعب. الرطوبة. بتعملي ماتش كبير او قدام فيتا كلاب ما بتحسبلكيش، يقول لك هو ده نادي الاهلي، انت في البلس بلس بلس ده العادي بتاعك، في الايجابيات ده العادي بتاعك. يعني برضه لازم نشكر الناس كلها على المجهود والجو والاجواء اللي احنا بنشتغل في افريقيا. انا لو بلعب في اوروبا كان حسابي يبقى عسير، لان الادوات في اوروبا وانا عارف ملاعب زي الحرير ادوات كلها متاحه ليك، مفيش غير شويه مطر او اي حاجه انت متعود عليه. صحيح. والارض بتشرب المايه بسرعه. يعني لعبوا تلج في باريس سان جيرمان وبايرن ميونخ في تلج والماتش عادي جدا مش حاسس اي حاجه. المباراه اللي فاتت الكلاسيكو شفت المايه امبارح يمكن المطر كان غزير لدرجه الراجل غير التيشيرت. ميسي ميسي. فبيبقى عندك حاجات لازم الناس فاهماها، بس اسم الاهلي كبير قوي، الاعذار مش موجوده. بعدين يجي في التقييمات نلاقي ان موسيماني طلع احسن مدرب في التقييمات، وراجل جميع العناصر اللي موجوده في الاهلي هي اللي بتكرم، هي اللي على المستوى في رابطه النقاد، وكل الأخير. حاجه احنا الحمد لله الاول في كل شيء الحمد لله، في الاداره، في الفنيات، في الملعب، في كل حاجه. تلاحظي كمان ان اللعيبه بقى عندها خوف على الفريق، ده كان من اول الشناوي لغايه اخر واحد في الملعب بيبقى موجود مركز، مش عايز حد يغلط، مش عايز اي هجمه تيجي عليه، مش بيترجم ان دي حاله عصبيه بتحصل في الملعب او نرفزه او اي حاجه. لا، هي حاله احنا الاهلي بيلعبوا بلسان جمهور الاهلي. أيه. لما بنروح نلعب بره هاني او اي حته بنلاقي شويه جماهير صغيره كده بتشجعنا، احنا ماشيين وسايبينهم، لازم نسيبهم بنتيجه حلوه. لازم نسيب لهم الاسم اللي هم الكبير العاشق، انا بسمي الاهلي ده عشق. ناس تقول لك الاهلي ده حياه، معشوق واحنا بنقول لك حياه وعشق. بنعيش عليه. بنبقى متوجين واحنا ماشيين في الشوارع ان احنا محطوط علينا سبوت لايت انا وانت وهاني ان احنا الاهلي. انتوا ما شاء الله مليين الشوارع كلها سبوتات وكده، واحنا عندنا تاريخ كله بيوفر طبعاً لنا طبعاً التعامل مع الناس وحبهم لينا طبعاً. فلازم العمليه بينا او من غيرنا كل منا في موقعه
ان الحكايه تبقى ابجريد، يعني لازم تبقى فوق زي ما هي. جميع كله بيشتغل تحت امرها. لو تلاحظ مهما كان مين بيشتغل او مهما كان، الاستفاده كلها للنصر، الاستفاده كلها للعلم، الاستفاده صحيح. كلها للاسم كله. فمش عايز اي حد يتاثر بالسوشيال ميديا، مش عايزين حد خالص. الفتره الجايه كابتن، فتره صعبه، الفتره الجايه في تحديات كتيره، وعلى جماهير النادي الاهلي، وانا واثق في ده، ان دلوقتي وقت السبورت، وقت ان احنا نقف ورا فرقتنا. لازم في الوقت دوت ان احنا داخلين على مباريات كتيره جدا جدا، الجهاز الفني الله يكون في عونه، الحسبه نفسها، الحسبه نفسها صعبه، انك تعمل مباراه اداء جيد ونتيجه جيده، وانك تحافظ على لياقه اللعيبه، وانك تريح جزء من اللعيبه، وانك تدي ناس ما بتاخدش، كل ديت عوامل علشان موسيماني والجهاز الفني بجانب الجهاز الطبي، وده مهم جدا، دخول عناصر يعني دخول الاصابات تاني لازم تخش بسرعه زي ما حضرتك قلت. الحسبه دي كلها والعوامل اللي انا اتكلمت عليها لازم تكون في تخيل جماهير النادي الاهلي، ان احنا دلوقتي سبورت للنادي، احنا دلوقتي ورا فرقتنا، ورا لاعيبتنا، ثقه وثقه طبعا في سان داونز، الترجي، الوداد، وات ايفر الاسم، لا اختار لي اسم، قول انت اي واحد فيهم، اصل انت كده كده عشان تاخد البطوله هتعدي فيهم اكيد، بس دور يعني الثمانيه عنق زجاجه برضو، انك توصل للدور السيمي فاينل ده بتقرب قوي، دايما دور الثمانيه بيبقى يعني بتبان منه انك ان شاء الله هتاخد البطوله، تتمنى ان نقابل مين من الثلاثه دول؟ والله في يوم من الايام انا طلبت سان داون، ليه؟ كان ريفنج واتحقق لي، صحيح كسبنا هنا وتعادلنا هناك، هو اتعادل معانا على الارض. ففي يوم انا قلت لك سان داونز ولا يا رجاله، عملت كده دلوقتي لقيت الفوز، لقيت اتمنى، لقيت البتاع سان داونز، كل مصر عايزه سان داونز النهارده، كلنا عايزين الترجي، عايزين الترجي لاخواتنا يعني، فاهم ازاي؟ عايزين الترجي، احنا عايزين الترجي. كابتن شريف تقلق من يعني او ما تحبش ان احنا نقابل سان داونز؟ ما احبش لعيبتي تنزل الملعب وهي حاسه انها تكسب في اي وقت. ده الفتره اللي انا بتكلم عليها اللي فاتت، بنزل الاعب فرقه انا اقوى منها، وانا امكانياتي احسن منها، فردياتي احسن منها، ما احبش احسس نفسي وانا بلعب باقل مجهود ان انا هكسب اي حد. اللغه دي تنتهي خالص. احنا كره القدم وهاني عارف اختراق للخطوط، يعني لعيب عندي بيعدي خط واثنين وثلاثه، وبيعدي لاعب واثنين وثلاثه، ده اللي انا احب اشوفه. عندنا فرديات تقدر في العمق تشتغل، وفي الاجناب تشتغل. هي دي العوامل الوحيده اللي لما بتنجحي فيها اللي تقدر تخليكي تروحي للجول، اللي تقدر تخليكي تجيبي جوال، تجيبي جوال يعني هتكسبي بره الاول قبل جوه. فلعبه كره القدم في المرحله الجايه مرحله تركيز في ثقه الفرديات والامكانيات الموجوده عندي انا. انا هخدم فرقتي بايه النهارده؟ انا هعوض غياب لعيب عندي بايه النهارده وانا بلعب في الناحيه اللي هو فيها؟ انا النهارده هبقى بساعد ازاي اللعيب اللي راجع من اصابه جنبي، ما مش عايز اطلب منه 90% يعني 100%، ما هو اكيد هيبقى عنده فترات لازم انا اكون قاعد جنبه بديله، يديني ان شاء الله. يعني علي معلول ده اللي بيلعب معاك حوالي 40 دقيقه تقدري تكسبي فرقه 2-3 صحيح، ولو استغليتي يفرق لو استغليتي حالته السليمة او هجومه السليم او صانع لعبه السليم، لازم يبقى له سبورت في الملعب، لازم يبقى هو بيهجم وفري وحر وحاسس انه متغطي متغطي بوحش اسمه ديانج، وحش اسمه حمدي، وحش اسمه سلية. انا سلية في الماتش اللي فات جات له كورة هاني في اخر الماتش كده لعب 1-2 نزل راح واخد شوطة عدت من فوق العارضة، انا زعلت عليها زعل، دي لو في الجول ودخلت شوفي بقى عمرو هيرجع شكله عامل ده. المرة الجاية عمرو لازم تتكرر دي، ربنا بعت لك دي عشان يفكرك ان انت في الحتة دي لازم تبقى موجود على طول في المرحلة، ومميز فيها في المرحلة، احنا محتاجينك فيها في المرحلة دي. محتاج الفرود اللي هو زي محمد شريف لازم يحتاج بظهر تمانية، ده لازم يبقى موجود جنبه على طول. يعني لازم تمانية وتسعة دول يبقوا افيلبل كده، الكره لما بتنط فوق على طول بقينا كويسين، بناخدها بالراس، بنلاقي على عندي لعيب تحت موجود. كل العناصر اللي بتلعب وكل العناصر اللي ما بتلعبش لازم تعرف انها هتلعب. ما عندناش لعيب قاعد في الملعب مش هيلعب. صلاح محسن هيلعب، صح، بوليا هيلعب، محمد شريف موجود، محمد طاهر، مروان يلم ناصر، نفسه وعضلاته تبقى كويسه، كل محاله البدنيه بتبقى في لعيبه معينه كويسه بيديك. وانت بتحتاج منه ايه؟ 10 دقائق بيجيب جول او بيخلص ماتش. حسين الشحات ده
باخد منه ايه؟ كورتين ثلاثه في الماتش بيخلصك جيم. طب كابتن شريف انا عايزه حضرتك انا عايزه حضرتك مش تقيم لي مباراه سيمبا، طبعا حضرتك بتعمل ده على اكمل وجه في الاستوديو التحليلي، عايزك تقيم لي دور المجموعات الاهلي في دور المجموعات كله قبل طبعا دور الثمانيه، وتلخيص حضرتك لدور المجموعات ده قول لي بناء عليه هيعمل ايه في الكاس، هيعمل ايه في الدوري وفي دور الثمانيه برضه. مفيش حاجه فرقه في مصر كانت زينا، احنا كسبنا بطوله افريقيا بعد ضغط كبير جدا وبعد غيابات كتير جدا وبعد اصابات كتير جدا، وبعد كده رحنا كاس عالم للانديه قبل ما نروح صاحبتنا السوشيال ميديا احنا مش هنعمل اي حاجه، وحاله هدم نفسيه وحقد عليك انت من انك انت موجوده في هذا الشأن. ربنا كرمك وكسبتي دحيل في ارضها ولعبتي على الاول والثاني، وبعد كده رحت للثالث والرابع وخدتي توفقتي ولعبت قدام بالميراس. بالميراس دي اللي هي بتملك ثلاث اربع فرق من برازيل كولومبيا الحته دي كلها، يعني بتلعبي شمال امريكا الجنوبيه والشماليه كلهم موجودين معاكي في الموضوع ده، انت تفوقت عليهم على الاقل ما جابوش فيك جون، انت اللي كنت تقدر انت بالسوليه تخلصي المباراه وتبقي رافع الراس من مفيش ضربات جزاء، وده اللي حصل لنا. خرجنا من ده على مقابلات تانية في كاس مصر على ما اعتقد، ولا صحيح مع طلائع الجيش كاس مع مصر، مع طلائع الجيش كاس مصر خرجت من طلائع الجيش مصر في بتلحقي ب التوب ليست بتاعك بتاع الدوري العام، خلاص الدوري العام بتخش بتلحمي في افريقيا الجديده لسه معمات الدوري كمان، انت كل ده والحمد لله في رحله التصفيات اللي انت بتكلمي عنها كان لابد ان يكون عندك حاله ارهاق، كان لابد ان يكون عندك حاله اصابات، كان غيابات غير كمان الاشتراكات الدوليه اللعيبه الدوليه ده غير الانتخابات الشكل الدولي، خدت بالك اللي هم كمان هم اللي كانوا اصحاب التميز لعيبتك يعني محمد شريف وقفشه والناس دي والشناوي طبعا ما زال يعني عصبيه الشناوي دي بالمره عشان الناس تعذرنا وتبقى ليه للي حضرتك راجل بيتضرب في الهواء وبيقع منه، ما انا ما ما حصلش فيه كره زي دي، انا ما بغلطش كره زي دي، انا عايز حقي في الملعب زي في الدوري كده زي هنفضل نفتح بقى على بعض. الفار مش لينا، الفار علينا بس، انا في الدوري العام الفار ده انا ما بشوفوش ليا خالص، انا لو عليا انا اي هفوه اللي هي بتتعاد ست سبع مرات وبيحصل ففي حاجات كلها موجوده عليك ضغوط انت في التصفيات اللي حصلت لك بتاعت افريقيا دي اللي انت بتساليني عليها، ده الطبيعي جدا انك انت ممكن تخسري ماتش في عدم اكسجين مش مركزه اجهاد وصدارة غصب عنك، حاسه انك انت في بتلعبي فرقه انت شفتيها امكانياتها ضعيفه تقدري تكسبيها في اي وقت، السما فوقتك فعندك الثقه دي اول السما فوقتك وثلاث جونين تقدري تعملي ريمونتادا وترجعي، ولو في خمس دقايق كمان تقدري تكسبي عندك العوامل وعندك امكانيات ومعطيات ان انت تقدري تعملي عليها. سيد عبد الحفيظ بقى طبعا كابتن خطيب ما بيستناش، بينزل ويروح ويتكلم ويعمل اجتماعات وبيدي ثقه للناس والناس بتحبه كلها كلاعيبه والدنيا كلها، وعنده رؤيه كبيره قوي واسعه الناس بتسمع له وبيبقى رد فعلها بعد كده جميل جدا، واحنا محتاجين الحكايه دي الفتره الجايه كمان ان احنا كلنا نتكاتف وكانوا مع بعض مجلس اداره كله الحقيقه مفيش حد مقصر في اي حاجه. اللعيبه نفسها تحب بعض جدا جوه الاوضه، ما حدش يفهم حد غلط يعني، ما شناوي شايف نفسه كابتن فرقه وبينصح، ما من غيرته برضه غيره يعني من غيرته على الفرقه من صح. من اخر واحد في الملعب شايف اما ينصحك اما في شيء بس شناوي برضه محمد هاني مضغوط وبتشوفه بقى محمد هاني عليه 30 وبتشوفهم بيرجعوا بسرعه مع بعض يعني. واللقطات بتتاخد غصب عنهم قبل وبعد بسرعه جدا ومفيش مجال ان يكون في تفسيرات اخرى مش في محلها بصراحه يعني 90 دقيقه سهام بتصفر اسالي هاني نسينا ايه اللي حصل في الملعب بنسلم على بعض والله بننسى احنا بنروح نلعب فريق الشمس بنتخانق على كلام فاضي احنا اللي عندنا بطوله نخرج من فريق الشمس ده نفضل نطلب لبعض برتقان وعصاير ومش عارف ونضحك احنا كنا بنعمل غيره غيره الاهلي صح. كابتن تفتكر التدريبات لما بيكون في تقسيمه بتبقى عامله ازاي؟ ضرب نار عمرك ما سمعت يعني واحد اتعور في التمرين ومش هيلعب الماتش الجاي؟ من غيره العيب على بعض ومن غيره نفسه لسه حاصله حسام البدري ما مبطلني بطوله افريقيا بحالها في تمرينه صح؟ لا ده في ماتش بتاع اعتزال الكابتن زيزو خدته مشوار راح قاطع على ومديني واحده بقى حسام بدري ده اللي هو بالنسبه لي يعني البرو يعني الاخ بتاعي اللي مش هنساه في حياتي يعني هو فبتحصل حاجات انما غير مقصوده بتبقى غيره بتبقى روح عاليه هو ده اللي بيكسبك في جميع المجالات او بيخليكي حتى لو ناقصه
حتى انت في الماتش نص صح نص صح. انما الروح بتاعتك بتاكل اي فرقه تانية. عندك خبرات وعندك حاجات بتستغلي تصويبات بتستغلي اي حاجه امكانيات العاليه اللي عندك، وعلى طول المدير الفني واقف لك على الخط حبك وحابب ان انت تبقي احسن واحده، هو ما عندوش حاجه ضد حد طبيعي. يعني حسين الشحات النادي بتلعبه بتعمل له مش عارف هو بيدي الثقه لحسين لانه عارف انه عنده واحده كده جوه خلص ال 18 هو الوحيد اللي بيملكها، يعمل نفسه هيشوط ويروح قاطم الكره وعملها في سقف الشبكه. هو كمدير فني مدير فني عايز ايه؟ الجماهير عايزه ايه غير واحده زي دي؟ فساعات بيبقى عنده امل في ان اللعيب ده يديله دي، واحنا نفضل نقول ايه من بركه محللين احنا مش عارف ايه ما تنزل فلان ما هي احنا حاجه والمدرب وجهاز الفني واللعيبه حاجه والفرقه بتتمرن النهارده انا ما اعرفش فيها ايه ظروفهم حاجه ثالثه ظروفها ايه وصابتهم ايه ومين اللي تعبان ومين اللي عيان مين اللي جاي عنده انفلونزا مين اللي جاي عنده برد مين اللي ما نامش كويس مين اللي النهارده لازم يحصل استشفاء كويس قوي. في اوقات انت بتبقى محتاج الاستشفاء ما فيش يعني كلنا يعني انا كلمت علاء قبل الماتش قلت له يا ريت النهارده بقى ما كنتش موجود في الاستوديو الراجل ده يريح اللعيبه مش مهم الماتش فين بقى احنا هنكسب هنكسب دي فرقه مش قدنا فيريح بقى ايمن اشرف يريح مش عارف سلية كنت متوقع ناس كتير يا كابتن كنت انا متوقع ان هو يعمل كده فهماني بس بجيت انا بعد الماتش قلت لا طب ما هو لو رايح ايمن اشرف عنده مين باك ليفت ده ما فيش يعني كلمني عن هذا الصداع اللي في راس الجهاز الفني يا كابتن شريف صداع واي صداع مننا ومن غيرنا ازاي نتخلص من يعني من الصداع ده بص التخلص بالنتيجه انت كسبت سيمبا حاجه ماشيه حلوه قوي إيه انت اول تايم 10 على 10 وتاني تايم مش قد كده ارهاق هنخلص امتى من الارهاق ده واحده واحده كده بس لما اللعيبه كمان يرجع لي 2 3 لعيبه اساسيين يعوضوا لي الارهاق اللي موجود في السكه ينقلوني الناحيه الثانيه بسرعه بدل ما انا عندي الديلي شويه في نقل الكوره من نص الملعب للفيرود تحركات الفيرود ما اعرفش ايه ما هو ضغط منتخب مصر على ضغط اللعيبه على عوده اللعيبه لعيب راجع منتشي من منتخب مصر لازم يلاقي نفسه اساسي اللعيبه نفسيه برضو يا سهام يعني هو يقول لك انت بتتعامل مع نفسيه عدد اللعيبه اللي يمكن كانت كتصور يعني احنا قلنا لا موسيماني هيريح على الاقل 4 لعيبه مش هيغير الفرقه كلها لكن على الاقل 4 لعيبه او 5 لعيبه في مباراه سيمبا كل الثقه طبعا في اللعيبه اللي بتنزل احنا تاهلنا بشكل كبير كان الناس بتتكلم هي دي الفتره المناسبه ان ممكن موسيماني يعمل ده ما عملش دوت ولعب بالفرقه الاساسيه وغير في الشوط الثاني انت كنت عايز وليد سليماني يلعب اساسي انا يعني ده خلينا يتنقل لمباراه الكاس انت فهمت قصدي ايه انا فاهم يعني طبعا وليد سليمان اهو او يمكن لا لعيب هو اشترك يمكن عدد قليل لكن كمان كان مفعوله كبير كلها دي التحامات ومباراه حتى على المستوى البدني ما كانتش مباراه سهله لان سيمبا فريق بيجري كويس كان بيعمل ضغط كويس لكن احنا الشوط الاولاني افضل السؤال اللي عايز اساله لك كابتن مباراه الكاس بقى تعتقد انت ان موسيماني هيدخل عدد كبير من اللعيبه اللي مشاركتش بشكل كبير بنتكلم على وليد سليمان من البدايه بنتكلم على طاهر محمد طاهر من البدايه بنتكلم على واحد مثلا زي ناصر ماهر بقى له فتره ممكن يخش بنتكلم على علي لطفي هل يشركوا في مباراه زي دي شايف مباراه الكاس ازاي وازاي موسيماني يستفيد منها انك بطوله وده ماتش لازم تكسبه وفي نفس الوقت يستفيد انه على المستوى البدني يريح بعض اللعيبه المجهده يعني بص هاني انا لازم انزل عناصر الفوز مين اللي هيكسبني كويس انت بتلعب فرقه زي النصر اكتر واحد بياخد في السنه 35000 جنيه مثلا لعيب فاذا في فرق كبير واسع قوي بينك وبين فرقه النصر كتر خيرهم ان هم موجودين انما الكاس انت عارف غدار طبعا كاس غدار محدش يقدر يقول ال 90 دقيقه فيها ايه لو هتلعب برضه بنفس الموال انا اكسب النصر في اي وقت تتلط جون تتلط بينالتي ما تعرفش تعوض شكرا باي باي دي تبقى كارثه نفسيه قبل التصفيات بتاعت افريقيا فهو غصب عنه هيستعد لهذه البطوله بشكل قوي جدا باقوى عناصره زي ما هو موجود
يعني هيحط العناصر القويه اللي هي لازم في اول هاف تايم تخلصه. عشان كده عمل في سيمبا، يعني التشكيله اللي عملها في سيمبا كانت تشكيله واقعيه من وجهه نظره؟ هي تشكيله متوازنه كانت تكسبك يعني. تشكيله متوازنه، وعايز يشوف لعيبه برده، انه بيبقى جاي من لعيب عنده مصاب هو عايز يطمن عليه. اما نزل وليد سليمان، وليد سليمان ده في وسط مجموعه معينه هتلاقي انتاجه اقوى. طب ما يبداش يا كابتن الماتش اللي جاي يعني وليد؟ من وجهه نظرك ان دي فرصه بقى ان نريح شويه قفشه، لان قفشه برده عنده اجهاد، واعتقد انه عامل ماتشات كتير. وليد سليمان كلنا عارفين وليد امكانياته، هل بيبدا وليد سليمان كعنصر اساسي يبدا بدل ما بينزل ربع ساعه، لا انا ادي وليد سليمان ساعه، اي اتنين تلاتة جنب وليد هاني بيلعبوا كوره، اي اتنين تلاتة جنبه لعيبه كوره، وليد ده يخليهم فوق اي اطراف الكوره بتيجي في رجل وليد اتحرك له بس، يا هيوديك يا هيخش يا هيصوب. لعيب كوره عالي جدا، عضلاته تشيله بقى. الجهاز الفني بقى بيشوف شكل البدني في الفتره اللي فاتت دي كلها قد ايه، الجهاز الطبي يقول له ده يقدر يلعب النهارده 30 دقيقه، يقدر يلعب 40 دقيقه، يقدر 65 دقيقه. دي هي دي بس الفرق، الناس لازم تفهمها. هو ليه ما بيبتديش؟ في حاله فنيه لازم هو ريكورد بيحققه في التمرين يعني، وما عندناش وقت. المشكله في الوقت فعلا. انا ما عنديش وقت النهارده ان انا اضغط على وليد او اضغط على ايمن اشرف او علي معلول ان انا اجيبه في 72 ساعه. خطوره فيها بعد ما استنينا كل ده، فيها ريسك كبير جدا. ف بنسيبها له الحقيقه. ليه هو اسمه رئيس الجهاز الفني؟ رئيس الجهاز الفني بيقعدوا قبل الماتش، وانا عارف بنعمل الجهاز الطبي بيعملوا قاعده كلهم، التدريب بالطبي بالمساعدين بجهاز الكوره بالاخلاقيات وكل التصرفات اللي حصلت within the week يعني في شكل الاسبوع، وبنحدد الشكل الامثل اللي هيمثلني في اول شوط. وفي نفس الوقت ما هم معايا، هو بيفكروا كده. انا كمشاهد او مشجع انا عايز الفول باور. اوعى تصدق انا وانت نقول ينزل باكرم توفيق وينزل احنا يا كابتن عشان احنا لعيبه كوره نقول ايه؟ لا مو هيأدي، بس على قد اللي هفكر في اللي بعده يا كابتن. يا كابتن بعد ما الماتش الجمهور عايز ميسي ورونالدو يبقوا في الاهلي. أيوة بيلعبوا ماتش النصر. يا كابتن انت بتبقى كسبان وبتبقى بتتهاجم بسبب ادائك، يعني انت يعني بعد الماتش ما بيخلص وبعد ما بتقرا على بيقولوا ايه على السوشيال ميديا بتكتشف بعد كده ان انت كنت كسبان، بس برضو الناس مش عاجبها هذا الاداء. ده هياخدني للخط الهجومي وتقييمك لتقييمك الفني لمستوى الخط الهجومي وتحديدا لبواليا. احنا زي ما سالتك عن ازاي نتخلص من فكره يعني صداع الباك ليفت، عايزك تقول لي ازاي نتخلص من الضغط النفسي وسوء التوفيق اللي حاصل لبواليا. هو هو اللي لازم يبقى اكتف اكتر من كده، هو لازم عنده بلان في الملعب، ما يبقاش رد فعل اللي بيحصل في الملعب. هو الفعل، انت شايف ان هو رد فعل؟ هو بيتفرج عايز اللعيبه تبقى توب فورم وتوصل له الكوره اللي هو يقدر يعمل الفينشنج فيها. طب ما جات لك الكوره اللي تقدر تعمل فيها الفينش مره واثنين وثلاثه وانت غير موفق، انما ربنا بيدي ايه؟ اللي بيجري. طول ما انت بتجري كتير في الملعب كل ما الكوره هتجيلك كتير. يعمل مجهود في الملعب يا كابتن، يعمل مجهود قوي جدا جدا جبار، يعمل كده وعنده ويعمل امكانيات كده. يعني يعمل كده ويعمل كده. ما هو على مين اكتر واحد يتهاجم في الفراوده؟ مروان بيطلع تاني ماتش ولا بعد ينط ويعمل وتك جون، لا بيجيب جوان ويكسبك ماتشات مهمه جدا. هل في انا عندي الفكر ان انا عايز ابقى اساسي في الفرقه دي وبجيب جول كل ماتش؟ هجيب لو انا عندي الامكانيات اللي هي توصلني لكده. عنده امكانيات اللعيب ايه يا سيام؟ اختراق اكتر من لاعب، اختراق عمق، اختراق اجناب، عرضيات، التحامات، نيرف ان انا اجيب جول. دي الفرق الكبيره اللي زي ليفربول وزي مانشستر سيتي وزي بيكسبوا ازاي على اخر لحظه، وبيكسبوا ازاي، وازاي عندهم الشكل الهجومي والشكل الدفاعي، التوازن اللي بيقولوا عليه الدفاعي والتوازن الهجومي. اللعيبه كلها على قدر المستوى. انت لعيبه النادي الاهلي يعتبروا على قدر المستوى، مش لعيبه اي كلام، لا على قدر ده لعيب كل واحد فيهم خليه يجي يلعب النادي الاهلي، يخرج من النادي الاهلي ويجي يلعبنا هيغلبنا
ويعمل فينا. انا عايزك بقى بدل ما تغلب في النادي الاهلي وانت في النادي الاهلي تغلب الفرق كلها. طب دي يا كابتن يعني ليه وجهه نظر؟ هل هو نفسه حاطط الضغوط ديت؟ اه هو طبعا في فرق لما بتلعب في الجونه وبتلعب في النادي الاهلي على مستوى الضغوط. هل من دلوقتي لازم هو نفسه كلاعب، واعتقد الجهاز الفني بيقوم بدور اكتر من رائع معاه على رفع الضغوط شويه، هو كنفسه كلاعب لو شال الضغوط دي من على نفسه هو مسؤوليه يعني يشيل الضغوط من على نفسه، وبالتالي هيبقى مشكله بواليا ان هو دايما بيحب ان يعني مركز او ان اجيب جون وخايف انها تضيع، فممكن ده يجي باثر سلبي. انت لو فري لو بتلعب اكنك بتلعب في الجونه وجالك نفس الفرصه هتسجل منها، فهل هو ده بقى شغل اللعيب نفسه مع نفسه انه يرفع الضغوط من عليه عشان يبدا يتطور في عمليه التهديف مره تانية؟ طبعا لازم، يا اما ما بقدرش اقيمه وانا بقول لك لا ده هي دي امكانيته كده. طبعا هيوصلني اعمل ايه انا؟ ده امكانياته كده خلاص، انت بتلعب حوالين احسن لعيبه في مصر. اجبر يا اخي اللعيب ان يديك امكانياتك. هو انت يوم ما بتجري قفشه ما بيعملها لكش؟ سوليه ما بيبعتهاش؟ محمد هاني ما بيديها لكش لما تيجي له على الاطراف؟ لا ده انت تبقى دبانه رايحه اتفرج على سواريز يا عم. انا كنت بقلد اللعيبه وانا بلعب يا هاني، والمصري شيء كنت اروح اتفرج على اللعيبه على ايامنا احنا، كان بس كان في كرويف بقى وهانوا هولندا والناس، واشوف الناس دي ازاي بتعمل زياده العدديه، والناس دي انا بابسط الاشياء اتمرن كويس اتمرن كويس يعني وانزل اجري جريتين اجيب لي جونين. ايه اللي بيعجبك في سواريز وتقول لي مثلا بيقول لي اعمل زيه؟ سواريز ده قاعد عامل زي اقول لك ايه الملقاط، يعني السقطه واللقطه اللي نازله اي حاجه بتعدي من اي حد هو مجهز روحه للشوتينج، هو مجهز روحه لانه يبتكر كمان، ما حدش يقول لك ايه انه انا هعمل كده، ده جاب واحده بكعبه ما لقاش الحل فيها غير انه يلعبها بكعبه تروح عامله ضربه بند ورايحه في الجون، ده من اقوى جون انا شفته في حياتي. ان تجيب جوره بكعبك كده وانت ماشي وتروح ضربها تعمل بند كمان وتنط تروح في الجول، فده لعيب عنده امكانيات في نفسه عايز ينفذ، عنده حواليه لعيبه كتير قوي بيوفروا له مساحات، هو لو عمل اقل مجهود يقدر في بؤره الضوء يخلصني. في لعيبه كتير قوي النهارده ما بتبقاش موجوده، بكره بس بكره لازم بس دايما يا كابتن ما بترجعوا سوء التوفيق والتوفيق لا دايما بتديله ربنا هيكافئك على مجهودك. لو انت مخلص وبتادي وبتشتغل كويس احنا يعني عندنا في الكوره كده والله زي ما بقول لك اللي بيجري في الملعب كتير الكوره بتجيله كتير، هيغطي واحده لا الثانيه لا الثالثه جول، هينط يعمل واحده بدماغه بره والثانيه جوه، مفيش واحد ينط من دماغه كده ويعمل الكوره اداء واجب، هصنفك ان انت كده انت مش بتاعي انت بتاع فرق اقل مني، لا عليك ضغوط نفسيه ولا عليك اي حاجه، او تلعب بختك يا ابو بخيت جبت جون جبت اتنين من فرصتين، انما مش ده اساسي ده مستواك، لا مستواك انت انك انت تبقى في حته تانية. وعندي الاكسكيوز بتاعك يا عم، انا عندي واحد اسمه فلافيو استنيت عليه سنة. وانت احسن بكتير كمان شكلا وسرعه وموضوعا، انما انت في ظل الظروف اللي انا فيها لا ساعد نفسه بقى ساعد نفسك، لان انا بلعب دلوقتي على ثانيه على هدف على فرصه، انا داخل دلوقتي تصفيات مجموعات انا داخل كاس مصر انا داخل كاس اصعب الاصعب المشوار الاصعب يا كابتن، احنا داخلين سوبر افريقي سوبر محلي سوبر احنا بنلعب بطولات على طول، لازم انت تتكيف وتمسك في الفرصه، مش هو بس كمان الاخوه اللي بيجوا من الاعراض اللي زعلانين ان هم راحوا الاعراض. طب ما انت رجعت اهو ما تيجي بقى يلا تخش استاد باي جندي ما قاعد مستني الدنيا فيها ايه، وبعدين انك بتلعب في النادي الاهلي دي نعمه كبيره جدا. وقدرك يا كابتن شريف وقدرك. عندنا فاصل وبعد الفاصل بنكمل هذا الموضوع مع الكابتن شريف عبد المنعم في البيت الكبير. برحب بحضراتكم طبعا والنجم الكبير الكابتن شريف عبد المنعم. هنروح لملف تاني واحنا يمكن اتكلمنا فيه في الانترو وكمان من خلال الناقد الكبير الاستاذ جمال الزهيري بيتكلم على مباراه الاهلي والزمالك مواليد 99، ويمكن في خبر دلوقتي ان احاله امام عاشور للجنه الانضباط في اتحاد الكوره. رايك ايه يا كابتن في الاجمالي اولا دور اتحاد الكوره كلجنه منظمه لمسابقه الناشئين، شايف دورها ازاي؟ وكمان شايف خروج هذا اللاعب عن النص بشكل كبير جدا، لاعب لم يتعدى 22 سنه وبيحصل منه هذا التجاوز في حق النادي الاهلي. بص دي توابع للسوشيال ميديا، توابع للشكل اللي موجود، توابع لانك انت البطل دايما في كل البطولات وفي كل الاعمار وفي كل الدنيا. ف
اي تصرف اعتقد ان خلاص بقت في شكل قانوني في اتحاد الكوره ما بيفوتش الحاجات دي، بياخد نتمنى ماخذ الجد. المطلوب يتوفر كمان للمسابقات دي حاجات كتير جدا، يعني الشكل العام، حمايه الحكام، حمايه الدنيا كلها وهي بتلعب، وحمايه اللعيبه. يعني هو لما خبطوا في ظهره لوليد سليمان وانت بتلعب السوبر كان اتعمل له ايه؟ لا يعني حمايه اللعيبه، يعني بمناسبه حمايه اللعيبه لما نزل النهارده لفريق الشباب، حتى لما نزل النهارده يلعب ده كان عقاب يعني من مديره الفني. فانت النهارده مش اول خطا، يعني مش اول خطا. هو الكلمه انت قلتيها حلوه، حمايه اللعيبه دي في جميع المسابقات، في جميع المباريات، من جميع الحكام. هو شغلته ان هو يحميكي، شغله الدنيا كلها انها تحمي الملعب نفسه من كل شيء، اي شكل شاذ بيحصل في المتحدة. ده بيهين المنظومه كلها، بيهين لنا كلها، والاتحاد نفسه لازم بياخد قرار فيها في الحكايه دي. ولازم ادام وقعت حاله زي دي لازم تبقى قدوه بقى بالنسبه لك انت، ان دي ما نشوفهاش تاني. عبره. عبره يعني. دي يا كابتن كمان بتدي، اصل المشكله ايه؟ المشكله ان هو بيدي كمان انطباع لزمايله ان انا اللي بعمله ده الصح. يعني هو كمان المفروض، انت عارف اي واحد بيلعب في الدرجه الاولى لما بينزل مع فرقته بيبقى بالنسبه له بيبصوا له انت مثل اعلى وبقيت نجم كبير. فلما يوصل لهم الرساله دي، لا اعتقد العقاب لازم يكون عقاب شديد جدا، خاصه انت بتلعب في نادي كبير زي نادي الزمالك. انت اسات قبل ما تسيء للنادي الاهلي، انت بتسيء للنادي الزمالك لانك انت لاعب في نادي الزمالك. الجزء الثاني بتسيء، مش هقول لك لتاريخك لانه ما عندوش تاريخ اصلا لسه، لكن لمستقبله انه على مستوى المنتخب اكيد هيتحرم من المنتخب. فراي حضرتك اصلا في جزئيه ان اللاعب اللي بيشوف نفسه انه وصل لمرحله، من مرحله صغيره جدا من حياته بيحس انه وصل فيها انه بقى نجم، وانه بدا يتكلم باستهزاء على انديه كبيره جدا جدا. هو في ماتش قبله كمان ما رضيش يغير، مش كده؟ يعني سمعت عنده مشاكل، يعني عنده مشاكل، يبقى دي الهويه بقى. هو كان اصلا يعني متعاقب وهو ما بيتمرنش مع الفرقه اصلا. يعني ايوه، هو ده اللي الهويه بقى اللي احنا بنوع فيها. خد بالك ان مش وانس ان انا جبت جولين في ماتشين ورا بعض، انا متابعه جاب شوطين كويسين جدا مع شيو بروميسنج وكل حاجه، بس انت لسه صغير يعني، قدامك حياه كبيره قوي جدا، لابد انت تتعلم من اخطائك والناس اللي حواليه كمان. يعني المسؤولين عنه طبعا. مسؤولين عنه لازم طبعا. حاله لما حتى بيكون عنده لعيب عنده كوره وكده لازم يتقعد ويتفهم والدنيا تمشي ازاي، وما هيتخذ مع اتحاد الكوره من شكل تاديبي وكده. ده عادي جدا، اي حد بيغلط في مصر، نادي الاهلي اول نادي لما بيحصل اي حاجه وقع بيجيب اللاعب ويحقق معاه وبيوقفه. وبيوقفه وبيغرمه وبيعمل كل حاجه. ما اولا ده لازم، لان وبعد كده نجيب لجنه تحقيق ونشوف الدنيا فيها ايه، اللي ليه ليه واللي عليه عليه. يعني احنا كده، فما طبعا شكل مرفوض تماما يعني. طب تعدي عايز تتكلم على، لا انا بتكلم على نقطه مهمه يمكن انا قلتها. تفتكر ممكن يكون في كمان عقاب من داخل نادي الزمالك، يعني في قرار تربوي من نادي الزمالك على هذا اللاعب؟ ما هو ده من الاول، ده الشكل اللي مفروض انك انت النهارده كيان كبير زي نادي الزمالك بتحتوي، لانك انت مش هتلاقيه بعد كده، ما كنتش عارف تكلمه وهو اندر ايدج كده وهو بيلعب في المسابقه دي. فانت ازاي هتتعامل معاه في الناس الكبار؟ والناس الكبار هترفض، واللعيبه اللي فوقيه هترفض. لازم يحتوي لعيب زي كده، نقول لعيب صغير وغلط وكمان ده ويتعلم، انما لازم يبقى في رادع يعني للحكايه كلها. ولكن انا ما بحبش اتدخل فيما لا يعنيني، انما ده شكل عام، شكل عام يضر الكره المصريه باي شكل من الاشكال. ما هو لما تلفظ عليك ويعني وكان في الفاظ مشينه الحقيقه، وطبعا انت هنا بتتعمد ان انت ما تعرضش الفيديو ده تاني، والفاظ خارجه وتمسك انت كنادي اهلي لازم تطلع تتكلم يا كابتن. هو هيشيل الحكايه. ما هو ده الفيديو راح لجنه الانضباط. طبعا خبر اللي انت بتقولي لي ده لازم يكون بالظبط. كابتن احمد مجاهد بالظبط قال كده، قال الفيديو وصل للجنه الانضباط وهتبص عليه وتتخذ الاجراءات. ايه بقى الاجراءات؟ اعتقد ان لازم يكون في اجراءات صارمه ورادعه لهذا اللاعب. انا اللي بضمنه لك ان كابتن احمد مجاهد واعضاء مجلس الاداره الموجودين مش هيحطوا نفسهم في شكل غير الطبيعي في تنفيذ القانون، وده المطلوب اللي هو هيبقى للدنيا كلها، ودي حادثه لجميع الاعمار السنيه. بعد كده هتلاقي اللاعب شايف ان في لعيب لعب درجه اولى حصل له 1 2 3 4 هو هيبقى بيهيفير، يعني هيبقى بيشتغل ليه بس، نعرض بقى الزعيق وانا ومشاهدي. اعتقد انها هتخف خالص في الملاعب بعد اتخاذ
القرار السليم. وبعدين كابتن شريف برضو بس عشان نحسم ونقفل الموضوع ده الملف ده، انت هنا ما غلطتش في حق النادي الاهلي، انت غلطت في شباب صغير شايفينك وانت ما شاء الله واقف على الستيج، يعني عمال بتقول الفاظ وبتقول عبارات، يعني بتعلم انت الشباب الصغير ايه اللي طالع اللي المفروض شايفك، فانت اهنت الشباب الصغير وبتهين الناديك قبل ما تهين النادي الاهلي اصلا، يعني قبل ما تجيبه بسيره، فانت اصلا غلطت في ناديك وغلطت في الشباب الصغير اللي طالع اللي انت بتعلمه اللي مش هنعرف النهارده نكلمه كلمه، يعني هي دي هي دي والله بجد. يعني غلط في حق الجميع وغلط في حق نفسه، ولازم يبقى في موقف صح يعني، وفي ناديه قبل ما يغلط في النادي الاهلي. يعني عارف يعني انا هو يعني انا اصل يا كابتن بيني وبينك الامور زادت عن حد جدا، يعني يعني لو اتكلمنا عن زمان الخروج عن النص ما كانش بهذا الاسلوب، ان احنا كابتن دلال واحد في النادي الاهلي لما كان بيقول له اطلع اتمرن مع الفريق الاول، احنا ما كناش بننام، واحنا قد ايه هقول لك حاجه يا كابتن، احنا ما كناش يعني واحنا في النادي الاهلي وانا كنت بتمرن مع الفرقه، انا ما اقدرش يعني بعد التمرين ما اقدرش اخش اخد شاور بتاعي غير لما كل اللعيبه بتاعت الفرقه للدرجه الاولى تخلص وتلبس وتخرج وبعدين انا اخش احتراما ليهم. بقول لك على حاجه، فين ده يعني فين دلوقتي؟ بقول لك انا على حاجه ليا، يعني الناس دي راحت حاجه ليا انا بلعب تحت 18 سنه حاجه زي كده، كان عندي 16 سنه ونص كده، فجبت كوره ضربت في العارضه وكنا قاعدين محتاجين الماتش ده نكسبه، وكان الاستاد عندنا في بتاع حوالي 10,000 واحد بيتفرجوا علينا، الماتش ده كان مهم قوي، فجبت كوره شطها راح جايه في العارضه ونازله وخبطه في العارضه وداخله على الخط، انا تهيألي ان هي جول وخرجت بره، كان في كابتن فؤاد جوده ده حكم المباراه، وجريت جول ومش جول، وانت عارف بقى الجماهير الاهلي في الملعب وانا جايب جول حلو قوي والحكم قال مش جول، يعني ايه مش جول؟ رحت له جول، قال مش جول، تقول لا جول، لا خد بقى ايه، مسكت الحكم ده بجري وراه في بتاع واكلمه مش عارف ايه وانظرني ايه رد الفعل بعد الماتش؟ ايه؟ انا كنت رايح العب مع الدرجه الاولى بتحضر، اتاجلت شهر طبعا ما ينفعش، ما رحتش الدرجه الاولى، مستر كوتي وكابتن فؤاد شعبان وكابتن عزت البروس اجلوني شهر وجابوني، الاسلوب اللي انت بتتكلم عنه ده انت لعيب كويس وماشي ممنوع، هيعطلك ممنوع نشوفك بتكلم حكم، ممنوع مش عارف ايه، ممنوع، وانا بتبقى غير عليا على الفريق، مش سلوك مش اوفر، انما الشكل مش كويس. قعدت خدت لي شهر كده بتمرن مع فرقتي وبلعب البطوله لغايه لما استدعوني في ماتش هورسد وربنا وفقني واتعلمت يا كابتن شريف. بتبقى في شكل الغيره على الفريق وفي شكل تصرف غير لائق. انا يمكن انت ما تقصديش حاجه، انما شكلك قدام الحكم يعني. طب وانت كمان كنت تفهم، رايح عشان تتمسك بحقك يعني، ما لا تلفظت ولا يعني شتمت ولا احرجت ولا عملت حاجه، احنا كنا عيال صغيره بقى. أيوة. اسال الله يمه. طب والله جون. بس ده كابتن الصح، لان هو ده الشكل اللي طلع كابتن شريف عبد المنعم، وده الشكل اللي دي مدرسه النادي الاهلي اللي احنا اتعلمنا. انا برضو خدت لي حوالي شهر ايقاف. انا كابتن انا من الاهلي مش من طبعا من النادي، واعتذارات للحكم دخلنا جوه الاعتذار وجابوني طبعا، ورحت اعتذرت له قلت له انا لا اقصد وانت عارف، مش قال لي يلا يا ابني ربنا يوفقك انت لعيب كويس. كابتن انور زلامه مره طلعني من الملعب. انا يعني زودتها شويه كده في ال 18 فبرقص، فقال لي العب الكوره بسرعه، فانا قلت له حاضر يا كابتن حاضر، بس عملت له حاضر حاضر بترد عليه عمل ايه بقى؟ مفيش، راح ناداه لي قال لي تعالى. انا فاكر هيقول لي معلومه، قال لي لا تعالى انا اقعد جنبي خش استحمى وخد شنطتك وروح. والله هو ده النادي الاهلي. لان هو الشكل حتى انا ما كنتش بعترض بشكل وحش، لكن الناس اللي بره ممكن تشوف المنظر نفسه لا يليق باسم النادي الاهلي. ففي اعتقادي الشخصي هي دي مدرسه النادي الاهلي كمان. ياما لعيبه خدتنا واحنا ماشيين، تعالى انت لعيب كويس ما تعملش كده تاني ومش عارف ايه. على طول بنهذب قبل ما نبقى عشان كده دلوقتي الكوره في ملعب اتحاد الكوره اللي بيدير الكوره المصريه. ايوه دي يا كابتن، ده كابتن شريف حقيقي. ثقه ان الشكل الجديد في الحياه كلها في كابتن مصر هم عليهم دلوقتي الاختيار، احنا قلنا كده في الانترو عليهم ان هم النهارده يختاروا يعني. لا انا بثق في احمد بس مجاهد جدا، ولجنه الانضباط كلهم ناس محترمه، ناس ما عندهمش شكل غير، ما حدش مستني الشكل ده. طيب احنا في دنيا تانية خالص،
بندور على تصفيات كاس العالم وبندور على تصفيات افريقيا وبندور ازاي نخلص الدوري وبندور نشوف احسن حاجه للشكل المصري شكله ايه حاجه زي كده طبعا هيتاخذ فيها اقصى اجراء يعني. طب بمناسبه الجبلية واتحاد الكوره النهارده تعديل شكل المسابقه كان لازم له ان انت تعدل او تفسر اللائحه مش كده؟ انا ما انا النهارده كنت قاعد في النادي وعرفت ان احنا خدنا البطوله كويس بعد شويه سمعت ان في مباراه فاصله لدرجه انا بعت لعمرو انور هنيته قلت له مبروك يعني هيعملوا شكل مباراه فاصله يوم 20 يبقى ما كانش فيه بعد مباراه القمه من حكايه اصل المسابقات دي وقفت بقرار مجلس الوزراء وبعدين رجعت تاني دور واحد فحصل يعني تخبط في القرارات شكلها ايه هتبقى ازاي هل بالاهداف هل بالمقابلات هل تطبيق المباشر فاعتقد انهم راحوا لسكه يعني احسن للجميع من غير ما يحصل فيها اي حاجه. طيب كابتن عايزين نروح معاك وده كمان مهم جدا حضرتك اتكلمت على مستوى المنتخب مستوى منتخب مصر ومشواره تاهل طبعا الكاميرون خلاص موجودين في الكاميرون التصفيات الأهم والتصفيات الأقوى هي تصفيات كأس العالم اللي هتبدأ كمان في 1/6 حضرتك شايفها إزاي مشوار المنتخب مع الكابتن حسام في الفترة الأخيرة ووصلنا لأفريقيا البطولة الأفريقية اللي جاية؟ أنا شايف إن كابتن حسام الصورة بتوضح أكتر عمل حاجة جميلة جدا إنه خد لعيبة كتير قوي وكشف عن أوجه اللعيبة اللي موجودة مين اللي يبقى موجود وحصلت له ظروف يعني يمكن عشان احمد منصور لعب باك ليفت مثلا كان في ظروف في الماتش ده لعيب جه قبلها بيوم ما كانش هيقدر يلعب فاضطروا ان احمد منصور يبقى في الباك ليفت بتبقى لك ظروف فتوح كان يعني بتبقى لك ظروف ان في لعيب بيبقى موجود اثبت وجوده وبقى موجود انا وسام عبد الله جمعه موجود وفتوح راجع تاني والحته الشمال دي بالنسبه لك ما ده استكشافات ل مين اللي جه ليبرو الاستوبر جه بتاع السعوديه حجازي جه ومشي قال لك انا رايح فاضطر ان هو يشوف وجهه تاني لعب عمر جابر ناحيه اليمين بيستكشف على طول بس بيجي له ايجابيات الحقيقه طبيعي طبعا ربنا يقوم بباب السلامه تريزيجيه خد عين بنت لذينة جولين جابهم في 10 دقائق في ماتش نزل حاول مباراه وعندنا في مصر عمل مباراة كبيرة قوي اتاحت الفرصة لمحمد صلاح انه يجيب هدفين في النو تايم من المشاكل اللي كان بيعملها ناحية الشمال تريزيجيه فالدنيا هيدك شايف فيها مكاسب النني قعدت مع طارق مصطفى قال لي انا بقول له روح انت مستني ايه هتلاقي طارق حامد ده قالت لك مش هيتحرك انت انطلق وروح راح وانطلق وشاط جول جاب جول عالمي يفرق معاه هنا ويفرق معاه بره يديله ثقة فانا شايف ان حسام بيكسب ارضية كبيره قوي من لعيبه كتيره جدا وحسام صارم وشخصيته قويه بيحب اللعيب اللي يديله وجريء ممكن تبقى لعيب ما بيلعبش فرقته وياخده هو معاه يقدر يشغله مع تيم معين او مع مجموعه معاه يقدر ينجح زي محمد شريف مثلا يعني فانا شايف ان الفتره الجايه هيكسب كتير قوي والقوام الاساسي وقيمه البطولات اللي جايه باذن الله هتحسس اللعيبه ان هم في حاله مجد ليهم النهارده انا لو دخلت كاس العالم بتصفيات ووصلت ده مجد للجيل اللي موجود ده الجيل ده كل ما هو محتاج ان حسام يديهم ثقه ويلعب بالولاد الصغيرين اللي هم يقدروا يعملوا سوبر رانر في الملعب زي محمد صلاح ومحمد صلاح يبقى الكونفيدنس بتاعته ان اللعيبه بتقدر توصله وان اللعيبه اللي جنبه على مستوى راقي جدا لا يقل عن اللعيبه فاللغه دي كلها تتحل في ايه اقوى نص ملعب يا حسام يا بدري لازم يكون عندك في مصر اللي هي دايما بتتكلم على نص الملعب اللي هي ما تحسسش محمد صلاح وما والناس اللي قدام ان انا ظهري مكشوف ما عندي ستاره قويه جدا بيعرفوا يمسكوا بيعرفوا ينقلوا بيعرفوا يبعتوا لي احاول مره واثنين وثلاثه وتتقطع مش مشكله اهي راجعه لي تاني اهي مش هتروح عندي على الشناوي خالص انا عندي سرعات عندي بربي دلوقتي باك ليفت وباك رايت كويس قوي عشان العب باي اسلوب اي بطريقه انا بحبها فانت عندك نص ملعب في مصر تقدر تستشف منه قوي جدا صحيح قوي جدا متفاوت الاعمار السنيه صح فتقدر في اي وقت من خلال ال 90 دقيقه تطعم الفريق بالناس اللي هي تقدر تمسك لك عصب نص الملعب كويس قوي هو ده اللي يوفر لمحمد صلاح محمد صلاح كل اللي عايزه حد بس يشوفه في القطعه اللي بيقطعها دي وتتلعب له الكوره هو بقى يسيب الباقي عليه من مميز كمان يا كابتن ان ما كانش خلاص يعني طبعا صلاح قيمه كبيره جدا ولعيب كبير جدا لكن لهجه خلاص منتخب محمد صلاح وان احنا بقينا نلعب على محمد صلاح بس كلنا لازم محمد صلاح
ما فيش شك كلنا يعني ليه قيمه، لكن نغمه ان اللي هيكسبنا بس محمد صلاح ما بقتش موجوده. محمد صلاح هداف كبير، لكن عندنا دلوقتي تريزيجيه بيجيب اجوان، عندنا شريف بيجيب اجوان، النني بيجيب اجوان، الونش بيطلع يجيب اجوان، قفشه بيجيب اجوان. فالعمليه بقت محمد صلاح لا غنى عنه، لكن مش هو الاله الوحيده لفوز منتخب مصر. محمد صلاح عامل غيره للعيبه كلها، عاملهم غيره كلهم دفع عايزين دفع. كلهم عايزين يبقوا زي محمد صلاح، مش بيساعدوا محمد صلاح بس، احنا نقدر نعمل ونقدر نسوي. هي دي لغه النجاح. لو انت يا هاني مسكت الفرقه وقدرت تخلي 7-8 في الفرقه صلاح، خلاص تحط رجل على رجل زيك زي مورينيو، زي عنده فرصه دلوقتي جوارديولا ومستني فرقتك هتجيب الجون امتى. هما في لعيبه، في مدربين بيجي لها القلب، وفي مدربين ما بتشوفهاش تاني. عنده فرصه انه يعمل ده كابتن حسام بوجود لاعب زي محمد صلاح في المنتخب الوطني معاه. فان دايك بتاع ليفربول اتعور، ليفربول بيجيب البرانيت دلوقتي. يقدر يكسب ماتش، يتغلب ماتش، بيصفي، يتغلب 3-1 هنا، هيعمل كامباك ولا مش مش دي الفرقه اللي احنا شفناها وكان القوام الاساسي بتاعها موجود. في كل خط عندك يعني عمود فقري. العمود الفقري ده هو اللي بيحسس نص الملعب ان انا ظهري سليم، معايا الشناوي واتنين ورا جامدين وباكين رايحين جايين. يلا عم صلاح نبعت لك طويله. اللي هنخسره بصراحه تريزيجيه يا كابتن، بصراحه يعني منتخب مصر اعتقد احنا كلنا انا زعلان مش على تريزيجيه صراحه. انا زعلان تريزيجيه ليه؟ تريزيجيه انا مش زعلان عشان منتخب مصر فقط، يعني اللعيب لما بيصاب حاجه صعبه انك تبعت لعيب 9 أشهر ولا 8 أشهر ولا 6 أشهر حسب قوته بقى في عودته والجلد بتاعه، انك تفقده، انك انت يبقى بعيد كده وشايف مكانه بيتلعب فيه او فرقته او 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 بتاخره من تقدم نجاح كان كبير قوي. فدي عين وعين جامده قوي. يعني انا مسميها عين الشكروت، يعني الشكروت دي بتيجي في اللاعب يا عيني اذا كان اي لعيب في العالم بتموته، يعني بتضيع له. احنا انا مؤمنه جدا ان هو عنده قوه وعنده كده اراده، حتى هو في الملعب وهو عنده احساس ان يعني الموضوع هيطول معاه، بس عنده اراده. والدموع دي دموع اللي هو يعني لا يعني ان شاء الله هيرجع احسن من الاول كمان. ان شاء الله دلوقتي بيعملوها عارف في ايطاليا الحكايه دي احسن ناس بيعملوها طلاينا. طبعا عملوها في انجلترا بس طلاينا راجل اسمه باريزي، ده فاكر كاس عالم لعب باريزي ده اللاعب القديم ايطالي كان بيلعب ورا في انجلترا في ايطاليا، جات له في كاس العالم راح عملها في ايطاليا رجع لعب الفاينل. فهل يقدر تريزيجيه نديله المثل ده؟ اكيد ما كانش رباط صليبي انه في خلال شهر واتيفر بقى كان ايه في ايطاليا في ايطاليا حريفه في الحته دي بشكل غير عادي. وانا بقولها عن تجربه، الناس كتير قوي جالهم حاجات زي دي وراحوا ايطاليا بيعملوها سوبر. يعني بتعتمد يا كابتن على قوه الاراده وقوه الشخصيه، وانا متاكد ان تريزيجيه عنده شخصيته وقادر انه يرجع تاني. يا رب يا رب لنفسه والله. طبعا لنفسه ولفرقته والمنتخب بلده اولا واخيرا، لان بصراحه في اعتقادي ان تريزيجيه مش هقول لك زي صلاح، لكن لا يقل اهميه عن وجود محمد صلاح في المنتخب. قلت لك الشكل اللي عمله في اخر ماتش نجح صلاح انه يجيب جولين، العين كلها راحت الناحيه دي وصلاح بقى فري. ناقص دقيقة واحدة بتعمل ايه؟ اشكركم فيها بتعمل ايه في رمضان؟ قول لي في دقيقة بتعمل ايه بقى وطقوسك انت ودكتور شيرين، وقول لي بقى انا دكتور شيرين هتعمل ايه بقى؟ هتعمل ايه؟ ولا حاجة، زينا زيكم بالظبط. نقرا قرآن، نصلي في مواعيدنا، اتجاه إلى الله في كل شيء الحمد لله، بندعي لنفسنا ولأهلينا ولأمواتنا وربنا يرحمنا ويشيل عنا الوباء ده كله اللي موجود، وكل حاجة تبقى حلوة في رمضان. كل حاجة كلنا جميع المناسك بنبقى قاعدين مبسوطين كلنا مع بعض، بتخرج كتير وبتتعزى، ما فيش حد بيغلط. الروح بتبقى حلوه يا كابتن، النميمه بتقل. هنيجي هنا الماتشات وهنيجي ماتش النصر ان شاء الله، يبقى تاني يوم رمضان باذن الله يكرمنا فيه ربنا ان شاء الله. والحلويات بقى والحاجات اللي ما بناكلهاش طول السنه، مكسرات والبلح اللي بيتعمل بقى والزينه، وربنا يبعد الكورونا شكل دي الدنيا كلها يا رب. بسم الله ما شاء الله انتوا كمان عاملين رمضان لوحدكم، يعني انا بحس لما باجي هنا انا في طقوس اعياد لسه ان شاء الله كل حاجه حلوه قوي. قناه النادي عاملاها ان شاء الله. الاهلي هيبقى في رمضان، الاهلي في رمضان هيبقى معاكم يوميا ال7 أيام طول الشهر المعظم ده. يا رب ربنا يعيده علينا وعليكم بكل الخير والبركات.
انا عايز اشكرك شكرا جزيلا، نورتنا كالعاده، وده خير ختام نختم بيه البيت الكبير في حلقه النهارده. بكره ان شاء الله ما عندناش حلقه، لكن احنا ان شاء الله هنشوفكم 30 يوم مع زمايلنا، كل زمايلنا النجوم اللي في القناه هتشوفوهم يوميا على مدار ساعتين من 10 ل 12 فيما عدا طبعا المباريات، هيكون موجود الاستوديو التحليلي لان الاهلي عنده مشوار مهم جدا، مباريات يعني ما شاء الله كتيره جدا في ابريل ومايو، فان شاء الله تتابعونا في اخر الشهر باذن الله، فان شاء الله تتابعونا 30 يوم، كل يوم هيكون كمان معانا الشيف محمد الدالي عشان يعمل لنا احلى سحور. احنا بالنسبه لنا هنشوفكم كل اربع باذن الله لو ربنا ادالنا عمر واجل. كل سنه وانتم طيبين، وانا اول رمضان ليا في الاهلي. مبسوطه جدا جدا ان انا معاكم ومع زمايلي حبايبي. كل سنه وحضرتك انت معانا كل يوم. طيب يا كابتن هاني، كل سنه طيب يا حبيبي. اكتر واحد اكتر واحد بيتعزم في رمضان مش كده؟ وبيصوم. كل سنه وحضرتك طيبين، كل جماهير النادي الاهلي وكل شعب مصر كل سنه وانتم طيبين. رمضان يا رب كريم علينا كلنا ان شاء الله، وتكون كل ايامنا خير وسعاده، وان شاء الله نشوفكم بقى في رمضان. كل سنه وانتم طيبين، تصبحوا على خير.